وفسد الوعاء. الدنيا باظت، الولد متلخبط، البيت متلخبط، انا شايف في لخبطه في حياتي في مواضيع كتيره. فيقول لي تعبير جميل، فعاده. فعاده دي يقول لي ايه؟ ده الرجاء، ده الرجاء. فعاد وعامله وعاء اخر. اوعى تفقد رجائك النهارده. الرب بعت لك الكلمات دي، هل هيجعلك تفرح النهارده وتهلل وتطلع فرحان رغم انك جاي متضايق لانه فسد الوعاء. لو بتخدم وشايف في الخدمه فسد الوعاء، لو في بيتك فسد الوعاء، لو انت شخصيا بتقول انا حياتي اتلخبطت ومفيش امل ان انا اعيش كويس، الرب جاي لك النهارده في رجاء. الهنا لا يفشل ابدا. مين يقول امين معايا؟